هذا السؤال عن حكم التيمم على الحجارة الصغيرة التي لا تسع باطن اليد، بل لا بد من إمرار اليد شيئا فشيئا عليها، وهل ذلك مؤثر بطلان التيمم يترتب عليه قضاء ما صلي بهذا النوع من التيمم أم لا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه الآية عين الله فيها ما يتيمم به وهو الصعيد الطيب، وقد اختلف أهل العلم في معنى الطيب، فذهب المالكية والحنفية إلى أن الطيب معناه الطاهر، وأن التراب المتنجس لا يتيمم عليه، وإنما يتيمم على ما هو طاهر. وفي مذهب مالك إذا لم يجد الإنسان إلا ترابا متنجسا أو مشكوكا فيه وخاف فوات الوقت، فإنه إذا تيمم به فوجد في الوقت طهورا يعيد مراعاة للقول بأن الأرض تطهر بالجفاف، كما قال خليل رحمه الله: واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف. ومذهب الشافعية والحنابلة أن الطيب هو المنبت، لقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وعلى هذا فالحجر الصلد الذي لا ينبت لا يتيمم عليه مطلقا عند الشافعية والحنابلة، ولهم ملمح آخر في ذلك وهو قول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هنا مختلف فيها على قولين. مذهب المالكية والحنفية أن من ابتدائية معناه أن يكون الضرب أولا بالأرض ثم يكون المسح بعد ذلك بالوجه واليدين، ومذهب الشافعية والحنابلة أن من تبعيضية، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يبقى شيء في اليد من الصعيد. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أبو هريرة أخذ عصاه فحك بها الجدار حتى أثار غباره، فوضع عليه يديه فمسح بهما وجهه وكفيه. فحجر الصلد لا يلتصق شيء منه باليد، والله يقول: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا كانت من تبعيضية معناه بعضه، والمقصود به غباره وما يبقى باليدين منه. ويستدل المالكية والحنفية أن من ابتدائية لا تبعيضية من أنه إذا كانت الضربة الواجبة واحدة فمسح بها الإنسان وجهه لن يبقى شيء ليديه، فدل ذلك على أن المقصود الابتداء للتبعيض، لأنه حتى ولو ثار الغبار ووضع عليه يديه ومسح بهما وجهه لن يبقى في اليدين شيء لمسح اليدين بهما. وعموما هذه المسألة محل خلاف، ويبقى بعدها خلافات أخرى لدى المالكية والحنفية الذين يرون جواز التيمم بالحجر الصلد، فإنهم يشترطون أن لا يكون مستعملا استعمالا يخرجه عن الحجرية كالرحى التي تستخدم، فإنها لا يتيمم عليها لأنها بمثابة جهاز كالماكنة، فلا يتيمم عليها عندهم. وذكر المتأخرون من المالكية أن الرحى إذا انكسرت فلم تعد صالحة للاستعمال تعود إلى حجريتها، وذلك محل خلاف عندهم: هل تعود إلى حجريتها فتبقى مثل غيرها من الحجارة يجوز التيمم عليها، أو لا تعود إلى حجريتها؟ وأما الشيء الصغير جدا من الحجارة فإذا جمع منه عدد يمكن أن يضع الإنسان عليه يده فيكون مثل الرمل والحصى، فما هو إلا عدد كثير من الرمل اجتمع فوضعت عليه اليد. وإذا كانت واحدة مثلا فإنها لا تصلح للتيمم، لأن الإنسان سييمم الحجر بيده ولن ييمم يده بالحجر، فلذلك لا تصلح للنسك والطهارة هنا. ومن كان يفعل ذلك ويتيمم به في الماضي فلا أرى أنه يجب عليه إعادة شيء مما مضى ولا قضاؤه، لأنه كالمسيء في صلاته، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أصل الصلاة فقال: ارجع صلي فإنك لم تصل، ومع ذلك لم يأمره بقضاء شيء مما مضى. لكن على الإنسان أن يتوخى في المستقبل أن لا يتيمم إلا على المجزئ. ولذلك فإن المالكية الذين يرون جواز التيمم على الحجر الصلد يرون أن التراب أفضل منه ولو نقل، لأنه ليس فيه خلاف، فالتراب لا خلاف في التيمم فيه، فلذلك قال خليل: وهو أفضل ولو نقل، لأنه يخرج به الإنسان من الخلاف ويكون الدليل صادقا عليه قطعا.
سواء كانت من تبعيضية أو كانت ابتدائية فهي صادقة على التراب قطعا. فلذلك قال خليل وهو أفضل ولو نقل. ولو يرد بها قولا لبعض المالكية أيضا أن التراب إذا نقل عن مكانه لم يعد متصلا بالأرض فلم يكن صعيدا مباشرا فيكون مفضولا. ولكن الذي اختاره خليل هو الراجح من ناحية الدليل أنه أن التراب أفضل مطلقا من الحجارة وغيرها. وقد قال محمد مولود رحمه الله في نظمه في آداب الطهارة والصلاة قال يا عاجزا عن الوضوء لا تعجزي عن الثرى باشره دون حاجزي. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الوضوء والغسل بسبب مرض أو فقد فعليه ألا يصاب بالعجز عن التيمم الصحيح على الأقل، فهو صاحب رخصة وعليه أن يتيمم تيمما صحيحا مقبولا شرعا.